السيسي يهنئ بن زايد بالعيد الوطني لدولة الإمارات. ممثلون على الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي يوقعون اتفاقا لتبادل جميع الأسرى والمعتقلين. وحركة السترات الصفراء ترفض الحواري مع الحكومة الفرنسية. منتصف ليل القاهرة العاشرة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالعيد الوطني لدولة الإمارات. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي بولي عهد أبو ظبي. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي أعرب عن تمنيه لدولة الإمارات حكومة وشعبا بالمزيد من التقدم والرخاء والازدهار. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر وقبرص في مختلف المجالات وما تشهد حاليا من تطورات إيجابية على مختلف الأصعدة. جاء ذلك خلال لقائه وزير الدفاع القبرصي على هامش معرض إيدكس 2018. وفي لقاء آخر مع وزيرة الجيوش الفرنسية أكد الرئيس السيسي أهمية تطوير العلاقات العسكرية مع فرنسا على نحو يحقق مصالح الشعبين. كما شدد الرئيس على أهمية الحد من خطورة العناصر الإرهابية ومنع انتقالها من بؤر التوتر إلى مناطق أخرى. أعلنت مصادر يمنية أن ممثلين عن الحكومة وميليشيات الحوثي وقعوا اتفاقا لتبادل جميع الأسرى والمعتقلين. بدوره أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني ضرورة الحصول على ضمانات من أجل تنفيذ هذا الاتفاق، مشيرا في الوقت ذاته لأن مراحل تنفيذ الاتفاق يجب أن تتم عبر الصليب الأحمر وتحديد قوائم الأسرى. وشدد على أن الحل الوحيد للأزمة اليمنية يكمن في امتثال الميليشيات الحوثية للقرارات الدولية. يعقد اليوم مجلس النواب العراقي جلسة التصويت على مرشحي 8 حقائب وزارية هي المتبقية من التشكيلة الحكومية البالغة 22 وزارة. ومن بين الأسماء المرشحة فيصل الجربة لوزارة الدفاع المدعو من ائتلاف الوطنية بقيادة إياد علاوي، وفالح الفياض لمنصب وزير الداخلية. رفض ممثلون عن حركة السترات الصفراء الحوار مع الحكومة الفرنسية. وكانت الحكومة اقترحت حوارا في البرلمان حول أزمة التظاهرات. كما يعقد رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب محادثات أزمة مع ممثلي الأحزاب السياسية الرئيسية في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت باريس وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة العشرات، فيما ألقي القبض على المئات خلال عطلة نهاية الأسبوع في أسوأ أعمال شغب تشهدها فرنسا منذ سنوات. وصل جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب إلى القاعة المستديرة في مبنى الكونغرس بواشنطن لإتاحة الفرصة للأمريكيين لإلقاء نظرة أخيرة عليه. وتوفي جورج بوش الأب الرئيس 41 للولايات المتحدة يوم الجمعة الماضية عن 94 عاما في منزله في هيوستن. نهاية الموجز. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري إكسترا نيوز دوت تي في. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.